موضوع فقرتنا الطبية، بس ما يزعلوا علينا أطباء الأسنان لأنه الكل يخاف من عيادات الأسنان بسبب الألم والأصوات المزعجة الموجودة فيها وحتى إبر التخدير. لكن هناك سبب آخر يدعو للخوف، وهو أن الأمراض التي ممكن أن تنتقل إلينا خلال علاج أسناننا في العيادات المختلفة، فما هي أهم هذه الأمراض وكيف يمكن الوقاية منها؟ يعني تخافون من الصوت؟ لا، في أكثر من الصوت يخوف. طيب، للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا هنا الدكتور مجد ناجي، طبيب الأسنان. حياك الله. أهلا وسهلا عادل. خير. أهلا وسهلا فيكم. أنت ما تخوف، ولكن لكن اليوم إحنا قاعد نتكلم عن التعقيم. هل من الضروري أن عيادات الأسنان تكون بهذه النظافة؟ أنا يمكن شفتك من خلال الانستغرام تمر على كل زاوية وتأكد بالضبط، لأنه عادل أكثر مكان بينقل أمراض وأكثر مكان بالذات بينقل مرض الهيباتيتس اللي هو التهاب الكبد الوبائي والإيدز هو عيادات الأسنان، للأسف بينقلها للمريض وللطبيب كمان. هلا طبعا إحنا اليوم بدنا نخبر المرضى كيف ممكن هو يتأكد أنه الأدوات اللي عم تستخدم له أدوات معقمة ولا لا. هلا التعقيم الأول اللي هو للمواد عم نحكي هون، إحنا عنا كيسين من أكياس التعقيم. في شغلة المريض لازم لما أي أداة بدها تستخدم أنت من حقك تسألي الطبيب ممكن أشوف الكيس قبل ما تفتحه، وهذا الكيس لازم ينفتح قدامك. أوكي. هلا هذا الكيس مثل ما شايفين هون، إذا الكاميرا بتورجينا في عليه تاريخ والليبل هذا صار لونه أسود. أوكي. بينما بالكيس اللي مش معقم الليبل لونه أحمر. نفس الشيء في عنا على الكيس نفسه هون دائرة زرقاء إذا مش معقم، وهون دائرة سوداء، وجوا الكيس نفسه كمان هي الألوان تتغير تلقائيا بمجرد دخولها لجهاز التعقيم. جهاز التعقيم هلا. وفي عنا جوا، في جوا مع الأداة اللي بدها تتعقم في عنا هون لون أسود أو لون أبيض. فالمريض لازم يتأكد أنه الألوان الثلاثة هدول سود. أوكي. ولازم يتأكد كمان شغلة أنه الأداة انفتحت قدامه أمامه. أوكي. يعني اللون الأسود هو اللون الرسمي والمعتمد. Exactly. أنه هذه الأداة معقمة. الشغلة الثانية، هذه الأداة هي اللي بنحفر فيها الأسنان، هي أكثر أداة ممكن تنقل الأمراض. ليش؟ لأنه للأسف مرات ما بيتم تعقيمها صح. ليش؟ لأنه هذه الأداة بيكون داخلها في مي وهواء. إذا المي والهواء ما تم إخراجها من خلال جهاز معين، إحنا هذا الهاند بيس تنحط جوا بيطلع منها كل المي والهواء، بعدين بتتعقم. ولكن إذا تركنا المي والهواء جواتها وعقمناها فإحنا ما استفدنا شيء. الجراثيم بعد ما نعقم خلال فترة أنه عدم الاستعمال رح ترجع تنمو. فأنت كمريض أكيد الديتيلز هاي مهمة الطبيب أو الممرضة، وراجع لكفاءة وأمانة العيادة، ولكن هذا الجزء لا، هذا بيخصك أنت ومن حقك، لا هو عيب ولا هو حرام ولا هو شيء بيخجل أو انتقاص من قيمة الطبيب. إحنا عنا بالعيادة بروتوكول، لازم أنا النيرس ممنوع تفتحها ورا ظهر المريض، لازم تلف قدام المريض وتفتح له إياها توري له هي. لأنه الموضوع بيتعلق بصحتك، وقد ما كان العلاج صح إذا مش معقم مظبوط فإحنا حنخسر النتيجة بالنهاية. طب دكتور، يعني إحنا ما نبغى نخوف الناس، بس نبغى نعطي أمثلة للأمراض التي يمكن أن تنقل خلال عيادات الأسنان. هلأ أي مرض ينتقل عبر سوائل الجسم سواء دم أو لعاب رح ينتقل في عيادات الأسنان، وبينتقل في الاتجاهين من المريض للطبيب أو من الطبيب للمريض. هلأ هذا إذا إحنا عم نشتغل مع المريض، ولكن في أشياء تانية إحنا ما بننتبه عليها في عيادات الأسنان أو في العيادات العامة اللي هي الأسطح العامة. يعني أنا هلا هذه الأداة هي معقمة 100%. أوكي. ولكن أنا مسكت هذا السيرفس أو هذا السطح أو مسكت هذا السطح أو سلمت على حدا الكرسي أو حطيت إيدي على البنطلون أو whatever، الجلوبس تبعي رح يرجع يتوسخ. فإحنا هون بدنا نورجيكم اليوم سمول تيست. ليش سطح الطاولة صفوان ممكن نشوف سطح الطاولة قديش عليه جراثيم. طيب. طبعا هلا جماعة صباح العربية راح يزعلوا منا، ولكن لا بالعكس. هل يعني لابد أن يكون، لازم يكون في جراثيم، ولكن كعيادات أسنان لازم يكون الرقم تحت 30. أوكي. أو كعيادات عموما لازم يكون الرقم تحت 30 لتكون هاي البيئة صالحة
للاستخدام الطبي. طيب اوكي، يعني تحت الثلاثين هذا المقبول والامن للادوات. يلا طيب. صفوان خلنا نشوف. بس دكتور سؤال، يعني هو عاده تكون في البيوت في الاسطح الثانيه كم تقريبا تكون؟ هلا حسب في حسب انت نظافه هالبيت او طريقه التعقيم او التنظيف في هالبيت او في هالعياده هاي. هلا كمان بعد شوي حنشوف الجهاز اللي هو بيعقم السقف، خلينا نشوف ونعرف. ممكن نشوف يعني. يلا هلا اول شيء اللي مش نظيفه ايه ذا ديرتي وان. طيب الله يستر الرقم. راح يبان، راح يبين معاه الرقم. طيب هذه راح يبين معاه الرقم على الجهاز الماشين اللي معاه. هذا الماشين احنا هذا دوريا انتم تسوونه؟ هذا يوميا، مش دوريا، يوميا لازم نتاكد انه الغرفه هاي صباحا بتشغل فيها الجهاز. وبعدين جهاز التعقيم هلا حنشغله، بس كمان بدنا نشوف الرقم. خلينا نشوف اول شيء ايش كثر نسبه الـ 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 هل يصلح استديو صباح العربية لإجراء 823 يعني لا تصلح تاكل عليه. يا دكتور احنا كذا تسيح لنا قدام الناس. لا استديو مفتوح. في جزء ثاني كان وي سي ذا كلين وان. هلا صفوان عقم جزء من الطاولة، حنشوف بعد التعقيم نورجيكم انه الموضوع مش صعب. شفت علي كيف الموضوع؟ انت ممكن توصل لرقم تحت ال 30 بمنتهى السهوله، يمكن هلا لانه هلا معقمها، اذا ما حدا لمس ممكن توصل صفر. اوكي, أوكي. إيه. هذه ايضا هلا ذا كلين وان. اي وهذا الجهاز شنو اللي معه؟ الاسود. هذا الاسود هو قياس هلا الجهاز الثاني، لانه انت عادل ما في لك تنظف كل شيء في الاستوديو، صحيح، ولا في لك تنظف كل شيء بالعياده او البيت. هذا الجهاز حيورجينا كيف هو بيطلع رزاز، اهم شيء بينظف الاسطح كامله، واللي اهم في العيادات وفي المشافي انه بفوت في الاي سي فبينظف الهواء اللي في الاي سي، لانه في جرثومه دائما بتصير بعد العمليات. طيب طلعت النتيجه علشان نشوف. احنا عندنا زيرو. هذا التعقيم بعد التعقيم، بعد ما نظف نص الطاوله. خلينا نشوف الجهاز هذا الثاني دكتور، لان عندنا 30 ثانيه. طيب هذا تنظيفه. هذا راح يعقمنا. هذا ايش ايش الرذاذ هذا؟ هذا الرزاز هو بدل ما انت تمسحي كل سيرفس بايدك، لا انت هلا اي مكان نزل عليه هذا الرزاز فهو تلقائيا راح يتعقم. طيب دكتور، المعقمات اللي بنسمع عنها كثير في الاعلانات انه هي ممكن تكون امنه لتنظيف كل الاسطح وتعقيمها، تستخدم في العياده ودرجه امانها لاي درجه؟ لا، في العيادات بنستخدم اشياء شوي اكثر، يعني اشياء بروفيشنال خلينا نقول اكثر، ولكن الانواع الموجوده في السوق هي انواع امنه لاستعمال البيت، لكن بالعيادات لا، في انواع لازم تكون خاصه لتعقيم العيادات، بتكون اسرع والدقه تبعيتها أعلى. اعلى. طيب انا خليني قبل اروح الى الاسئله بس ارجع واكد، حضرتك الان قاعد تاكد على اي مريض بانه يجب ان يرى التاريخ واللون الاسود اللي هو لون الامان. ويطلب من الدكتور او الممرضه ان تفتحها امامه ويشوف عادل، لانه هذا انت يعني ما فيها خجل ولا فيها اي شيء، هي صحتك وصحه اولادك يعني. تخيل انت اخذ ابنك او والدتك على الدكتور وانت مش واثق انه هذه الاداه مستخدمه او معقمه 100%. طيب دكتور، انتم كاطباء ما تتضايقوا لما يعني مرات الشخص يقول انا انحرج مثلا او استحي انه انا اطلب طلب زي هذا، لكن في المقابل مدى تقبل الطبيب لطلب مثل هذا المريض؟ بالعكس، احنا بننبسط لما المريض يطلب هيك شيء، لانه احنا بنكون عم نورجيه الدقة اللي عم نشتغل فيها. والشغلة الثانية، هلأ صار في جهات معتمدة عالميا مثل المجلس الأمريكي لقوانين الطب، المجلس الأسترالي لقوانين الطب، الجي سي آي، هدول كلهم مؤسسات دولية معتمدة، إذا عطت العيادة شهادة فهي العيادة مجبرة تعقم بهالطريقة هذه. وبيصير تيست دوري عليها. فبالعكس، هو الطبيب لازم يكون فخور انه يورجي مرضى، يعني احنا عندنا اذا بتدخل على العياده حتلاقيها بشاشات العرض في الويتنج اريا عم نورجيكي احنا كيف بنعقم. فهو بالعكس بالتالي هي المريض وبيريح ايجابيه لك انت، نقطه ايجابيه لك وانه تثبت امام طيب الان خلينا نروح الى الاسئله المشاهدين بصوره عامه. دكتور، لماذا لون اللثه متفاوت وتبقى او يبقى لونها ابيض فاتح فوق الانياب العلويه والسفليه وباقي اللثه لونها احمر؟ هلا لانه الخلايا اللي بتعطي اللون للثه، اوكي،
بتكون أرأفه الناب، لأنه الناب إحنا دائما عندنا بارز، فإذا بنحط إيدنا هون بنلاقي مثل هيك بروز، هذا البروز بيخلي طبقة اللثة تكون أخف فبتكون أفتح لونها. بس مش مرضي، بالعكس هذا شيء جدا طبيعي. جيد. طيب سؤال آخر، لماذا لدينا الأطفال في سن السنة الثانية وأسنانهم مسوسة؟ ما هي الأسباب؟ يعني هذه برافو عليك بالذات الأطفال يعني دائما الأعمار الصغيرة عندهم سوسة يكون في النص هنا. هلا السبب الرئيسي لتسوس أسنان الأطفال في العمر هذا هي الرضاعة الليلية. في كتير أمهات مشان الولد يقدر ينام لازم يعطوه المصاصة أو الرضاعة وهو نايم. هذا أكبر غلط ممكن تعمليه. بدك تعطي الولد رضاعة أوكي وما بيعرف ينام من غيرها، بتعطيها أول شيء حليب، بعدين نصها حليب ونصها مي، بعدين شوي شوي بتخففي لتصير كلها مي. أوكي. حتى تخفف من التركيز الحليب. طيب صباح الخير دكتور، ما أفضل الطرق للحفاظ على اللثة من الالتهاب؟ الأفضل الطرق شغلة جدا سهلة، تغسل أسنانك 3 مرات في اليوم و3 مرات في السنة عند دكتور الأسنان، غير هيك مراجعة. اللثة ما يبغى لها مثلا غرغر معينة أو مضمضة معينة؟ هلا في شغلة احنا بننصح فيها، أنه ما تعودي أسنانك على نفس معجون الأسنان. كل 2-3 شهر غيري معجون الأسنان وغيري المضمضة اللي أنت بتستعمليها. وفي موضوع جدا مهم، المضمضة مرة أو مرتين في اليوم ويفضل مرة واحدة، خصوصا إذا تركيزها عالي. لأنه إذا التركيز عالي فالجراثيم في الفم بتتعود على التركيز العالي، بيصير التركيز الواطي ما يأثر معك. طيب شكراً جزيلاً دكتور أهلا فيكم. مجد ناجي طبيب الأسنان والمختص بالتعقيم صفوان عبد الله، أهلا وسهلا فيك صفوان، شكراً جزيلاً.